بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير هنا في إشبيليا وفي الملعب الأولمبي لاكارتوخا الذي سيكون شاهد عيان هذا المساء على قمة ستجمع بين برشلونة وأتلتيك بلباو في حساب كأس السوبر الإسبانية. نحن وإياكم هذا المساء على موعد مع مباراة بالتأكيد للتاريخ في غاية الأهمية لكلا الفريقين من أجل الانتصار والفوز بلقب مهم لبرشلونة، مهم أيضا لأتلتيك بلباو على مصراعيه كوما. لذلك هذه بالذات في هذا الإقليم، ويليامز تمريرة لكنها بعيدة، مهم على مستوى المعنويات قبل كل شيء طبعا للاعب اللي فاز ب كل شيء مع بي. وبعد ذلك الكرة للأمام، فيها خطأ على الإنجلي، انذار على ما يبدو، نعم انذار على الإنجلي. هجمة كانت مرتدة واعدة لويليامز، سرعة ويليامز سبب مشاكل كبيرة جدا في دفاع برشلونة. متوقعا يجد بعض المساحات في أغاب لمصعة أتلتيك، عرضية من بولنسياغا خطيرة بعد من طويلة تلعب لكن فيها تغطية راول غارسيا، خلفية سهلة إلى الأولى في هذا النهائي. مونياين يلعب كرة عرضية، وبعد هاجر أن يقدم الإضافة في المستقبل، هذا الأول مرة اليوم يكسب. خطأ ميسي، نعم خطأ لمصعة ميسي على مونياين، خطأ لميسي على لاعبي البارعين في الكرة الهوائية. عرضية مرت من الجميع، مرت من الجميع إلى كابا، كابا داخل منطقة تسديدة، يا الله أول كرة في هذه المباراة. حلوة اللقطة الماضية، جميلة هذه الضربة، ورائع هذا التصدي، الضربة اللي كانت من المدافع الأيمن كابا، ردة فعل معتادة ورائعة من جانب ياد، خطيرة لبرشلونة. غريزمان بعيدة على أنتوني، بعيدة وصعبة على أنج، تمريرة جميلة باتجاه ألبا، العرضية فيها تغطية من جانب برشلونة، البحث دائما عن ليو، ضغط عليه يكسب الكرة، لاعب خط الوسط على الجهة اليمين، مرة ديمبلي، مرة ديمبلي عرضية اليمين على الجهة اليمين عند ديمبلي، ديمبلي ديمبلي مر ديمبلي أمام التغطية بلمسة باتجاه ليو، محاولة تسديد كرة قوية لكنها عالية، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. حلوة اللقطة الماضية لبرشلونة، هي أول فرصة حقيقية على المرمى، معاناة من أجل الوصول إلى مرمى سيمون، وناي سيمون. لذلك ميسي فضل أن يضرب بالقدم اليسرى من خارج منطقة تيك، محاولة على الجهة اليمنى، كرة عرضية بالرأس لكنها عالية بعيدة وضربة مرمى، بعيد الكرة وضربة مرمى على راول غارسيا اللي سجل 3 أهداف في شباك برشلونة من قبل. ريال يبا وكرة لميسي وغريزمان والضربة الأولى، الضربة الأولى للبرسا عن طريق غريزمان. الله الله الله، هذا شيء من برشلونة، هذا شيء من برشلونة، ظهر لنا في لقطة واحدة بعد عمل جماعي كبير. يا لها من تمريرة كانت رائعة من ليو للظهير الأيسر جوردي، رقصة الفرح يلقى بها غريزمان، لم يكن في تسلل على ديمبلي. هنا 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 التمريرات، هنا اللمسات، ليو لمصنعة جوردي على حدود المنطقة، ويليامز كرة عرضية خطيرة، عودة سريعة يا بلباو، التعادل سريع لأتلتيك. الله الله، يا لها من كرة، يا لها من لمسة رائعة، ويا لها من نهاية جميلة لأتلتيك. سريعا عادوا، سريعا ردة فعلهم كانت بعمل كبير في الكرة الأخيرة، وهدف التعادل كانت من دي ماركوس. وتحقيق هذه الكأس الغالية بالتأكيد، نحن وإياكم سننتظر ونتوقع الشوط الثاني يكون أكثر متعب، نتمنى أن يكون الشوط الثاني محاولة البحث عن كرة عرضية لكن الدفاع يتدخل. وبعد مرة أخرى تحرك بجانب ويليامز، تمريرة في المساحة خطيرة داخل منطقة، تمريرة عداها فينيسيدور غارسيا، تسديدة لكنها عالية وبعيدة من داني، إلى ضربة مرمى لحارس المرمى الألماني الدولي تورشتيغن، تسديدة لكنها بعيدة من منطقة الجزاء، من الاستقالة أمامه، تغطية تدخل خطأ يحتسب الحكم ليو، خطأ لليو في مكان خطير جدا على داني غارسيا، داني غارسيا اللي ارتكب المحظور، أخطأ في هذا المكان في وجود ميسي،
مشكلة كبيرة جدا لبيلباو. بالسلامة إن شاء الله. هنا بعد 7 دقائق في الشوط الثاني، ميسي يلعبها لكنها مرت بمحاناة القائم وعدت إلى ضربة مرمى لفريق أتلتيك بيلباو، خطيرة جدا على مرمى أوناي. سيمون تابع الكرة ولكنها بلمسة إلى غريزمان على حدود منطقة الجزاء، هذه خطيرة غريزمان لكنها من بعض مباريات هذا الموسم. أوسكار صراع مع مونيرين يكسب الخطأ على مينيغويز ولمصعد مونيعين لأتلتيك بيلباو. قائدي أتلتيك مونيعين يلعب الكرة العرضية خطيرة بالرأس وكرة في الشباك. نعم لراول العيون على غارسيا والكرة في شباك برشلونة. فعلها بيلباو. أي عرضية يا مونيعين، أي ارتقاء يا راول، أي ضربة يا غارسيا في شباك البارسا. فعل الفريق الباسكي بالضربة الثانية في هذه الليلة. الهدف الحكم يتأكد مع مساعدي الحكم في الأخير سيحتسب تسلل. نعم يلغي الهدف بسبب وجود حالة تسلل على غارسيا، حالة تسلل على راول في اللقطة الماضية. هدف أبيض في يوم كبير. مر على جهة اليمنى يلعب كرة عرضية مرت من الجميع، من في الانتظار؟ هارا محاولة تعدي بكرة عرضية خطيرة وويليامز تسديدة لكنها بعيدة. كم كانت خطيرة لويليامز، كم كانت قريبة لأتلتيك، كم كنتم قريبين من الضربة الثانية يا بيلباو. شوفها مرة أخرى وين ألبا يلعب كرة إلى غريزمان، خطيرة التسديدة لكن الصادق في الدفاع مع البارسا. بالنسبة لكومان 3 مرات بيلباو تمرير على جهة اليسار، محاولة باتجاه جوردي ألبا، تغطية هنا في وجودي ليو، كرة عرضية لغريزمان والثاني للبارسا من غريزمان. نعم فعلها أنتوني بعد تمريرة رائعة لجوردي ألبا، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق أنتوني. يخرج غريزمان في ليلة كبيرة في نهائي الكأس. وين هذا كله يا أنتوني؟ وين هذا كله يا غريزمان اللي لم يكن مقنعا في هذا الموسم، يظهر بشكل رائع في مباراة نهائية مهمة جدا لبرشلونة. جوردي يصنع هدف ثاني، جوردي يمرر تمريرة أخرى من ذهب لغريزمان. راؤول غارسيا محاولة خطيرة تسديد كرة لكنها بعيدة. لمسة على الجهة اليمنى، محاولة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يترك لديوغ حاول بتمريرة. يا الله مونيعين يحاول يمر يحافظ على كرته. مونيعين تمرين دقيقة مضت، هذه فرصة من جانب مونيعين، عرضية خطيرة. الباسكي يا جماعة، الباسكي يعودون من بعيد يا دوريز، هدف التعادل لبيلباو. شوفها مرة أخرى عرضية مونيعين، من كان يقابلها بعد ذلك؟ التعادل في وقت قاتل جدا. لمسة عند ويليامز داخل منطقة الجزاء، ويليامز يلعب يا إلهي يا لها من كرة يا ويليامز، يا لها من هدف يا ويليامز. الله الله، هدف سينمائي، لقطة جميلة.